السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك ورمضان مبارك سعيد عليكم، ونعد عليكم أعوام عديدة، والله يتقبل منكم صيام وقيام وصالح الأعمال لكم ولينا وجميع المسلمين. اليوم الحد 10 في شهر 4 2022، في رمضان اليوم التاسع. احنا صمنا السبت يعني نهار قبل المغرب. دابا غنمشي باش ناخذ الفاكسان، لان وزاره الصحه كي قلت لكم داك النهار رفضات، ما بغاش، ما قبلتليش الاعفاء ديال الطبيب، ما قالك ما يمكنش تحرض المرضى ما ياخذوش الابر. ايوا دابا غادي نمشيو عندو حتى تنتسناو، ما كاينش ديك البريطاني، كاين غير واحد سميتو جونسون، وكاين ديال الصين، الصيني ولا سميتو الصيني، ما تيتقبلش في المغرب. واد جونسون قاصح، كاين غير وحده فيه. دابا غادي نخرجو، غادي نمشي نشوف واش جا البريطاني، الا ما لقيتوش غتكون المشكله، ما عرف شنو غادي ندير. المهم غادي ندي معايا الادويه وكلشي ديالي ليهم باش نوريها ليهم هنا في هاد المندوبيه ديال تبع وزاره الصحه. دابا نصورها لكم ونوريهم الادويه وكلشي ونشوف اش غادي يديروا معايا. وتشكركم بزاف ورمضان مبارك عليكم، وان شاء الله تصوموه اعوام عديده ومديده، والله يسهل عليكم. اللي فنسوا شي حاجه الله يعطي ليه، الله يشافينا ويشافي جميع مرضى المسلمين، الله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، يشافينا ويعافينا، شفي الجميع الجميع يا رحمن يا كريم. واللي عنده شي مسجون الله يطلق سراحو، واللي عنده شي مكروب الله يفك كربتو، واللي شي هموم الله يفك، الله يفكه يا ربي، يسهل امره ويفك له الهموم ويفرج الكروب. خليكم معايا غنخرج ان شاء الله، غادي نشوف شنو غادي يديروا معايا ومنها نصور لكم شي فيديوهات كذلك. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وبارطاج والضغط على زر الجرس فضلا وليس امرا. خليكم معايا على ما نخرج ونصور. انا خرجت دابا غادي في طريقي باش غادي نمشي للناس صايمين. دابا ما نقدرش نصور لداخل في هذا في الوزاره ديال المندوبيه ديال الصحه، نصورها غير من برا، لان تتعرفوا ما يمكنش نصورو انا يعني جيت داخل. هم ديت الادويه ديالتي كامله، ودي التقرير ديال الطبيب نشوفو. المهم انا غنبقى نصور في الفيديو حتى نوصل، لسميتو شو هذا يسمى العوجه، هذه تسموها عوجه، تاكلوها بزاف بالملحه. شو هذاك، هذوك هادو بالكهرباء ولا شو؟ والله هذه تصلح لينا بس يمكن غاليه. شوفوا الفريز، لا ما نفوت اللي تعجبو الساعات، محل ديال نص خدامي. مهم غادي الناس من هون، خلني نشوف هلا شو اسمه هذا المكان؟ شو اسمه هذا المكان؟ شارع النصر. وصلنا؟ احنا وصلنا لها من داخل، ما نقدرش نصور يعني غادي يكون من صغير، غادي نحضر فيكم غادي يطيح قسم الاستقبال الى جميع التوقيع ديال الكورونا. من داخل ما نقدرش نصور. بريطاني في امريكي، بريطاني في هلا شهر بون شهر، هلا جرعه وبعد شهر جرعه. تسالوه لان جونسون معترف عليه احسن تعطيها جرعتين، تسالوه. لا هو هذا احسن، لان جونسون بدي اعطيه الحمام الاحرش.
تشتغلي شيء؟ لا ربيت منزل. وين ساكن؟ بشارع النصر هون اللي بعده. وين بدك؟ موبايلك 09 أذكر رقم 0935 بي عنده مع 6 المغرب ضغط سكري عندك حبيبتي؟ نعم ضغط سكري عندي بينزل مو مو بيطلع ضغط بينزل سكري عندك سكري؟ ايه عندي طبعا ومعي القلب كمان السكر فيها تبع التقرير هاي التقرير اللي كتب لي لاني متابع عند دكتور القلب ودكتور تبع معي الشرايين عندي كعب نحكي الشرايين تبع القلب وانا مو جاي بعد كده هي عم تشتغل لي ما بنجع بعد صفينا خديت التلقيح لان مو اجباري ما يمكنش نغادر من هنا ما غاديش يقبلوني على حساب في المطار على حساب خص ضروري تكون عندي الفاكسان شوفوا على الحد كي داير معطل ولو هذا كنا تنتسناو غير التلقيح البريطاني ما كانش عندي مشكل نضرب ولا شي حاجه المهم قال خصني دابا نمشي وخاصني نمشي نتسطح النعس قال لك دابا حنا اصلا ما خديناش شي يقولوا ليها ما اخذناش يعني ما فيشناش جبنا تقرير هنا ما تعطيكش تقارير عند الطبيب وديك الشيء وهذا ما تعطيش ديك الشيء ايوا واش يقولوا عليه ما ملي حسيت بالدوخه ما وين اللي طاحت لي الورقه ده المهم عندي الثانيه ما قال لك بعد شهر كما كاتبين خديت هذه استرازينيكا خديتها يلا جابوه ما كانش هذا البريطاني عاد جابوه والمهم الحمد لله اش معنا نديرو ما كتبش مازال مسخات بينا الشان نغادروها ايوا الحمد لله الحمد لله رب العالمين دابا خلال شهر باش ناخذ الجرعه الثانيه باذن الله تعالى ناخذ الجرعه الثانيه والله العظيم الا جاتني الدوخه دوختو ما عرفتش شنو غادي نقول ايوا وشحال عطشت شحال عطشت هادشي غير ما تمشيتش بزاف وعطشت بزاف الناس خارجين بزاف خارجين والله ما عرفت المهم حسيت بالدوخه ما غاديش نقدر ندور بزاف انا صور بزاف شنو هذا هذا الضو انا اللي تحرق لي الضو باش ندير البث ايوا ما غاديش يتصلح نهائيا سبحان الله عندنا الجو سخن فجأة ورغم من ذلك كاين شوية ديال الريح ولكن ما ولي ناري واحد الدو صغير سولنا عليه هذا سولنا على واحد الدو صغير قالنا 50000 قاصحة بزاف شوفوني تحرقت لي هذيك ديال الضو هادو محلات يبيعو شاد سوق الكهرباء مو من فوق هاد اللمبات هادو ما بيشغلو هادو ما يعني تسمى سوق الكهرباء تبيع في الدراجة يعني ديال الضو الكهرباء هنا اللي دخلنا هنايا كاينه الضيله بعدا كاين
بغيت نبقى نمشي شي دور لقيتو رخيص يعني الدور انتبه جدا. هذيك اللي تضوي بها اللي دابا تحقت ليا كنا شريناها شحال هذه ب 1500 ولا لو كنت قلت له خذ لنا شي جوج دابا ولاو شي حنايا هذيك الخاصه في هذيك المروحه كانوا قالوا لينا سميتو عطونا فيها شحال 3000 وصوب الله وصافي والله العظيم شكرا لكم نشكركم كاملين جزاكم الله خيرا ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك ودعموني وضغط على زر الجرس وشكرا لبقيت لاخر اللقطة جزاكم الله خيرا شكرا شكرا لكم من القلب. الفيديو ديال اليوم كان فيديو خفيف عبارة عن ديال مشيت ندير لقاح دمتم سالمين في رعاية الله وحفظه الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله غنصور يمكن شي فيديو اخر محتاج ما تنصورش شحال هادي منزلت في القناة ورمضان مبارك وعشكم مبروك.